أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حان الآن موعد أذان المغرب. معاذ، هل أديت صلاة المغرب يا معاذ؟ من هدي النبوة ينبغي للمسلم ألا يكثر من الطعام في رمضان، فيأخذ حاجته ولا يزيد عليها ليؤدي عباداته ولئلا يفوته منها شيء. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.